وبعض معناها احزاب معناها خاصه في الانتخابات السفر الفاصل شك في رايك، وفما الناس معناها اللي اغتالوا شكل بالعيد في الداخل وفي الخارج وراهم اطراف خارجيه، احنا جينا نقولوا راهنا احنا ما اغتالوش ناس، احنا شادين الحبوسات، احنا شادين الحبوسات، شادين الحبوسات في 81 84 في 97 91، والناس اللي قلت واللي حطوا لهم حبوسات وعذبونا قلت لنا عفوا ومعنا في الشارع ما ضربناهمش، احنا ناس سنين، احنا ناس عندنا بالدفع عليها الاكثر والاقل، واحنا نديروا كل ما نمس كل ما نمس واحد تونسي مهما كانت دماء وسياسه. كلمتنا نفرضوها بشارع كيف ما كمل هذا اللي اليوم شيء يشرف، كي نشوف الشيء هذا شيء يشرف، خلينا نشوفوه في الاعلام. حكي شكري بالعيد كشخصيه الكلنا نرحموا عليه، شكري بالعيد هذه قضيه ولعبه ملعوبه عمرها اذان نداء تونس والتجمع اللي يحب يضرب اللي يحب يضرب الكوش واليمين اللي النهضه والاحزاب الاسلاميه في بعضهم باش يخرج يكون الرابح نداء تونس اللي مثلوا السبسي تو. نحن العنف هذا ايام الجمر، انا واحد من الناس بابا سجين سياسي واللي صار فيه ما صار وعندي ولاد حومتي وجيراني الكل، ايام الجمر ايام الجمر ما استعملوش العنف وما تبعوش العنف، جول تو في موضع قوه في موضع قوه، شوف الشارع هذايا شوفوا الشارع هذايا شكون شيء يشرف، انا واحد من الناس شيء يشرف شيء يشرف شيء يشرف، نحن العم ما نستعملوش الشارع كلمتنا نفرضوها بشارع كيما هذايا بطريقه سلميه والنظام سلمي. نحب نقول لهم اللي قتلوا شكري بالعيد رب ضاره نافعه، حبوا يخلقوا الفتنه حبوا يخلقوا الفتنه، لكن هاي الفتنه ايش صار فيها؟ شو هذا الشعب التونسي؟ هذا الشعب التونسي يحكوا على 1,400,000 البارح في الجنازه شيء يشرف، مازالش خلينا نمشوا 1,400,000، اما ايش يحكوا على الشيء هذا؟ احكوا على الناس اللي تنصف الشرعيه، احنا خرجنا وقت الثوره نخرجوا البارح باش نحميوا المؤسسات نتاعنا، مشكورين الاخوه الكل السلفيين تحرير نهضه اللي وقفوا وقفه راجل اللي حبوا البلاد هذيا، تحيه كبيره زاده للامن، تحيه كبيره للامن، فهمتني؟ اللي انا بار اكزومبل حي انطلاق البارح الشعب والناس معناها هم اللي يحميوا المؤسسات، اي يحميوا المؤسسات، تحيه للامن، واللي يحب يشعل ويحرق البلاد راه ما عنده وين يوصل، واذا كان نحن كجبهه اسلاميه نحكيك على الاسلاميين، اذا كان نحن بعض قدام يعرفوا ايش يصير، نحن الناس مازلنا نحكوا برزانه وباش نحكوا برزانه خاطر ما نماروهمش، ونحن نماروهم كان في حاجات كيما هكا، شوف حتى اجتماعاتنا، شوف حتى اجتماعاتنا وخرجتنا كيفاش تصير، كل شيء منظم. الشعار اللي ترفع اليوم فرنسا ديجاج، لان فرنس 24 اول ما قالت المذيعه نتاعو قالت المستعمره تونس، فهمتني؟ مازلنا مستعمرين على حسب الفكر نتاعهم هما. وثاني حاجه اللي كونوا السفير نتاع فرنسا قال باش نحميو العلمانيين اللي موجودين في تونس، يعني مازلنا في عهد الحمايه نتاع فرنسا، فهمتني؟ واليد اللي قتلت بالعيد واللي تسبت في هالمشاكل الكبيره في تونس هي يد، فهمتني؟ خارجيه وما عندنا شك في حتى واحد كان فرنسا. التحقيق مازال ما كملش في نعم التحقيق مازال، نحن قلنا مجرد شكوك نتاعنا نحن، فهمتني؟ لكن اليد الكبيره نتاع فرنسا ونتاع الباجي قايد سبسي اللي قاعد يجري في جره فرنسا ويعيط لهم لهنا باش يحميوه هو والعلمانيين نتاعو. ايها الاخوه الاحبه، ليعلم الجميع ان تحسين الثوره مناصرين للشرعية اللي انتخبهم الشعب هما اللي يقعدوا، ما فماش حد شيء، هذه بكلها نزاهة، يستناه الصندوق والانتخابات إن شاء الله تجي واللي عنده صوت ينجم يخرج، فهمت؟ احنا مناصرة للشرعية، احنا اضطهدنا قبل، أنا واحدة من الناس، أنا نهضوية، أنا 23 سنة، أنا محرومة من قراءة، أنا خرجت من خطر الحجاب من تعليمي، راجلي مسجون، ولادي ما يقراوش، داري تباعت أمن الدولة وعملوا فينا وما تكلمناش، وما نجمناش نقتصوا من حتى واحد ظلمنا، أنا نشوف فيهم شكون عدواني قدامي وما نجمش نقتص ميم، خاطر ديننا احنا دين سمح، لا خلينا لا نقتلوا ولا نعملوا حتى شيء. بورتون دونك معناها بكل نزاهه، كي وصلنا تو خلينا نتنفسوا معاكم، خلي الاولاد يقراوا، خلينا احنا انا واحد
وإنسانة كنت في حجابي نتجبد في الشارع يجبدوني من حجابي، بنتي نحول حجابها في الشارع، أولادي ما يقراوش، كأن احنا ما نشقل، احنا شدينا ديارنا وكتفينا، احنا نقراو يطردوهم من المكاتب ومن الليسيات، وسكتنا طيلة 23 سنة وما تكلمناش، وخرجنا الحمد لله شباب ربيناه اللي ما فيش ضغن، ما فماش حقيدة للشباب، انا احنا ولادنا بالعكس يحبوا بعضهم، ولادنا هما اللي مقدمين صدورهم توا لأي حاجة، احنا الشعب التوانسة نحبوا بعضنا، وعمرنا ما فكرنا مش ننتقموا من أي إنسان في الدنيا هذه، احنا يد واحدة وإحنا تونس نحبوها، 25 سنة والمرأة المسلمة مضطهدة، لا أنا نمشي للسبيطار، عملوا لي عملية أنا قيصرية وعملوا لي ليكاتيغ دو ترامب ودخلوا لي القاعدة العملية وما نجمش نتكلم، مش معاش نجيب الصغار على خاطر هما كأنهم هما اللي وكلوا فيهم وكأنهم هما اللي يشربوا فيهم، وسكتنا وإذا بينا اليوم نضطهدوا في عقلنا دارنا مع شرعية كاملة وكل شيء، هذا نطلب، أنا نطلب من التوانسة الكل نكونوا يد واحدة وكلنا نفهموا، احنا توانسة راه ماناش غرباء عليهم، راه احنا توانسة عندنا الحق باش نعيشوا، أنا واحد من الناس عمري 50 سنة نحب نعيش على الأقل 5 سنين في حرية ديني في حرية كل شيء، ماني مخلقة حتى إنسان، أنا يد في اليد مع أي سواء كان يساري وإلا أي إنسان، احنا مسلمين واحنا نعيشوا في حرية، هذا كان طالبينه احنا توانسة.